خدمه العملاء اسرع واحسن وارخص واكثر ثقه واعتماديه. مثلا على سبيل المثال ممكن تقنيه تقلب الاوضاع تماما في خدمه معينه، تغيرها تماما جذريا. هذه التقنيه التكنولوجيات المندمجه اللي كانت منفصله واندمجت مع بعض. يعني دلوقتي تلاقي التصوير والفيديو والانترنت وبقى في وحده واحده اسمها الموبايل سمارت فون مثلا. عده تكنولوجيات كانت منفصله ثم اندمجت. هذا الاندماج مصدر فرصه. مصدر فرصه، التكنولوجيات الجديده مصدر فرصه. انا بتكلم عن حاجات الخارج بيئه العمل دلوقتي. الاحداث اللي بتحدث فجاه ممكن تكون سلبيه زي مثلا تغيرات مناخيه، اعمال عنف من ميليشيات جماعات، ممكن تكون ازمه ماليه طارئه زي ما حصلت في 2008 مثلا. الازمات او الاحداث او ممكن تكون حدث ايجابي، يعني جاء كده ايجابي طارئ غير متوقع فجاه حدث بدون مقدمات. الحدث انا بركز على الاحداث السلبيه، الاحداث السلبيه الفرص فيها اكبر من الايجابيه. دائما الازمات دائما تنشا فيها فرص استثنائيه، وهذا ما دعاك لتاليف كتاب تحويل مشكلات الفرص. دائما حتى البعض اعتبر اداره الازمه هي اداره الفرص بالاخر. ايوه اداره الازمه هي يحضرني مثال تجربه اليابان في التسونامي مثلا. الان في شركات قائمه على صناعه المجسات، مجسات لرصد الزلازل ورصد التسونامي الضخم او الازمات دي بتبقى خارج قطاع العمل، ممكن في اي مجال ما له علاقه بالعمل، انما ممكن تبقى فرصه لمجال متخصص جدا، ممكن تبقى فرصه استثمار. فادي بعض الفرص. ايضا المتغيرات السكانيه الجديده، بمعنى الفئه العمريه، الشريحه اللي فوق ال 60 بتزيد ولا بتقل، حجمها ايه، شرائح الشباب، المستوى التعليمي، مستوى الدخل. المتغيرات دي مهمه جدا نعينك عليها، لان دول قاعده العملاء بتوع المستهلكين بتتغير دلوقتي، لازم نعينك عليها. دي كلها ايضا التغيرات في الامزجه والميول دي كلها فرص. كان اضيف في ايضا تغييرات في الانظمه. التغييرات في الانظمه قد تكون هي مزعجه لقطاع الاعمال ولكن تحمل في طياتها في كثير من الاحيان فرص. جميل. انا متاكد انه مكاتب المحاسبه الان يمتنون للتغيير اللي صار الان لنظام المحاسبه العالمي IFRS. هذا فتح امامهم اسواق جديده كبيره ما كانت موجوده في السابق. الان في اعمال استشاريه كبيره الان للتحول لهالنظام. في السعوديه مثلا هناك تغيير في انظمه العمل، في نظام شركات جديد. كل هذه فرص فيها في تحمل فرص للشركات التي تستغلها وما تنظر اليها بجانب سلبي. جميل. والكتاب يغطي، يعطيني انا كقارئ عادي، يعطيني فوكس على هذه الفرص، كيف اطلعها من هذه الاول مصادرها. اول تبحث فين المصادر وبعدين المصادر دي وين، داخل بيئه العمل، خارج بيئه العمل. داخل بيئه العمل في ايضا داخل بيئه العمل قصص النجاح الفجائيه، قصص الاخفاق ايضا الفجائيه اللي هي فشل كبير السريع ده فرصه. النجاح الاستثنائي فرصه، ممكن ينبهك لخط انتاج جديد مثلا. مثلا التغيرات في بنيه الصناعه وبنيه السوق، دي عينك دايما تكون لك دوريه كده جيده عن الجديد في مجال عملك، في مجال القطاع زي المرصد مثلا. المرصد في مجال عملك. ايضا التناقضات السوق مجال عملك، الرصد. ماذا نقصد بتناقض السوق؟ بتلاقي التناقض دايما، يعني في متغيرين موجودين في تناقض بينهم موجودين في السوق في صناعه معينه. هذا التناقض يعني فرصه. يعني مثلا تلاقي في العقار في طلب، العقار عالي جدا، التناقض والعرض، لو التناقض قدره شويه ضعيف، في تناقضات هنا ممكن تعمل ارباك، البعض بيرتبك منها، لكن لا بالعكس ممكن تبقى فرصه. مناطق البين او الالم او قصد الحاجه الى طريقه، مناطق الالم في حياه الناس دي فوز، دي كلها في مجال عملك، في مجال عملك. دول 10 مصادر، 6 منهم ممكن رصدهم عن طريق الانترنت، محتاجه مجهود كبير. ده شغل المارس الشبكي، يشتغل عن طريق الانترنت. فبدايه ان احنا بنتحول من انتهاز الفرصه الى اداره خير. كيف؟ ان احنا البنيه التحتيه بتاعتنا اللي هي البحوث والتطوير قايمه على
ان البحث بقى منظم في مصادر معينه، ادوات البحث بقت منظمه، بستخدم شبكه الانترنت، بقدر اعمل ممارسه اعمال، يعني ممارسه للراس باستمرار. ادراك المبكر للفرصه مهم جدا، ده نتاج عمليه البحث في مصادر الفرص. عندك ادراك مبكر قبل الاخرين، احساس بالفرصه قبل ما قبل الاخرين، لان الادراك المتاخر ثمنه مكلف. معناته ان القارئ لو قرأ هذا الكتاب سوف يجد في العشر فرص اللي ذكرتوها انتم في الكتاب سوف يجد ضالته ضالته اخرى جيده ممتاز، وايضا حتكون في ادوات مساعده له في انه يبحث في هذه الفرص. كيف يبحث في المصادر؟ في المصادر نفسها. فاللي سيجد القارئ بعض الافكار عن اين تجد الفرص. جميل. وكيف تقيم الفرص؟ ولكن لن تجد في الكتاب مثلا انت تعمل في هذا القطاع مثل قطاع الاغذيه وقطاع المطاعم ننظر الى الفرصه الالف وباء وجيم، لم نسرد فرص معينه. ولكن ابحث في كذا ابحث في كذا. جميل. انتقل بالسؤال للدكتور اسعد. كيف تقيم تجربه دراسه الحاله في الشركه؟ وهل كان عندك خبر انها بتكون موجوده في الكتاب ولا لا؟ بسم الله الرحمن الرحيم. بدايه انا اقدم الشكر طبعا للمؤلفين دكتور بدر دكتور محمد. عرض علي الدكتور محمد، علاقة مع الدكتور محمد طويلة، عرض علي فكرة تأليف كتاب عن إدارة الفرص. طبعا ما أفيد هو المعلومة هذه أول مرة، يمكن ما سمعته من قبل. موضوع إدارة الفرص هو متوفر في المكتبات، سواء المكتبات الإلكترونية ولا المكتبات الورقية، يعني تقدر تحصل علي معلومات تتعلق بإدارة الفرص. لكن ما حفزني وشجعني إلى الموافقة على تكون دراسة الحالة لدينا بالشركة هو أنك يعني ما مجرد أنك تبيعني كلام، إنما أريد حالة عملية تطبيقية. ولما اقترح دكتور محمد يطبقها في شركة محاسبة يعني تحمست أكثر وقت، لأنها صعبة جدا، ليس منتج سلعة تبيعها، والفرص الموجودة يعني هذا خدمة وخدمة مهنية أيضا. الصعوبة فيها مو ببساطة إن يكون الفرص تكون متوفرة. الدكتور بدر قبل شوي تفضل قال إن في فرص في السوق مهنة المحاسبة حاليا، فعلا تحول المملكة إلى المعايير الدولية والفرص، هذا سوق فرص متاحة، وفي كثير من الأشياء الأخرى في المجال المهني قد لا يعيها المجتمع ولا يعرفها، وكثير من المكاتب المحاسبية أيضا لا تستطيع الاستفادة من هذه الفرص لتحقيق يعني خلينا نقول خطوط نسميها خطوط انتاج برضه نقدر نسميها عندنا بزنس لاين في مجال العمل تبعه ما يستطيع. ولكن لما يعني كان فيها مثلا الجزء التطبيقي العملي كان جيد جدا، تحفزت ان شاء الله بدانا بتطبيقها فعلا. فكره او طريقه الرام اللي استخدمت ايضا كانت جميله جدا، حاولنا تطبيقها فعلا وكان تطبيق عملي، وصلنا الى بدأنا في انتهينا من مراحل التفاوض لبعض الخدمات، في خدمات جديدة على وهي ذكرها الدكتور مصادر الفرص اللي يمكن اشتغلنا عليها، المصادر الخارج بيئة العمل، الابتكارات أو الأشياء الاحتياجات الجديدة في السوق. المحاسبة مهنة متطورة مرتبطة بالتطور اللي يحصل في السوق، احنا نعكس ما يحصل في الاقتصاد، وبالتالي الاقتصاد يتطور، في أشياء جديدة تحصل مثلا عالم الإنترنت و خلينا نقول الاي كوميرس التجاره الالكترونيه وما يتبعها. الكثير من الناس يجهل انها ايضا احنا كمحاسبين مرتبطين باي شيء، اي مجال يحصل في الاقتصاد العالمي احنا نتاثر فيه، لان المحاسب هو من يترجم هذه اللغه لغه ارقام. طيب كيف تستفيد من الفرص هذه الان؟ وفي خدمه يمكن ذكرت للدكتور محمد الدكتور بدر، في خدمات يعني الان البيع الالكتروني قاعد يحصل، ايش دورنا في الموضوع هذا؟ هذه فرص غير معروفه لحد الان، الصعوبه انك كيف تستطيع تستغل الفرصه هذه وتقنع العملاء انهم يستفيدوا من منتجات جديده موجوده ويستفيد منها هو قاعد يشتغل عليها، لكن كيف يستطيع ان يكسب ثقه، وهي يمكن اكبر نقطه يعني في مجال عملنا ونقدر نربطها بعملنا هي الثقه. نحن نبيع ثقه. ثقه العميل فيك كمقدم خدمه. ثقه العميل فيك وبيع الثقه لعملائي حتى يثق فيهم الاخرين. ايوه جميل. يعني كل الشركات الان ما تقدم قوائم ماليه ولا تقدم اي شيء للاخرين اذا قدمتها داخليا فلا تعني شيء. اذا لم توجد عليها ثقه من مصدر مستقل يقتل الحساب. جميل.
حسابات ثقه مستقيم، بالتالي يكسب ثقه امام الاخرين. ففي اشياء يعني جميل، اذا كانت التطبيق العملي جيد واستطعنا اخذنا منتج معين وبدانا غير موجود حاليا ابدا في المنطقه العربيه، كيف نستطيع ان نبيع او نسوق هذا المنتج ونكسب الفرصه هذه بحيث انها تكون خدمه جديده تقدم وبدانا تطبيقها ودخلنا في مراحل حتى التفاوض مع عملاء لعرض المنتج هذا الجديد. جميل. والتوقيع في بعض العقود، وهذه الميزه انك لا تبدا يعني ما تبدا تطلع او فرصه تبدا تنشرها الا بعد التجربه تطبيقها والبيع ايضا. البيع كيف كانت تجربه الباحث جوا مؤسسه او دراسه الحاله هذه؟ كانت يعني مريحه لكم، مزعجه، طريقه الباحث ما كانت جيده، يحتاج انه يستخدم ادوات مختلفه؟ نحن نقدم الخدمه هذه ليست تحديدا لحاله اداره الفرص، احنا تكلمنا عن لو في باحثين يبحثون في شركات اخرى، ما هي المعوقات او المزايا التي يجب ان يتحلى فيها الباحث لكي تكون الشركات ذات قابليه انها تتقبله ويدرس الحاله عليها. عفوا استاذ صالون اداره الفرص. طبعا موضوع الفرص واللاده والفرص المتكرره يوميا عشرات الالاف من الفرص تطرح في داخل الشركات، لكنها تتبخر مع الوضع. فمساله الوجود فرصه، كيف نستطيع ان نحول الفرصه هذه فعلا الى منتج جديد فعلا بطريقه معينه اللي استخدمناه مع الاخوان؟ طبعا كان ما هو ببساطه ولاول مره نطبق التجربه هذه، احتجنا يعني خصصت ثلاثه موظفين من كل قسم من الاقسام الرئيسيه الثلاثه اللي عندنا، بحيث جلسوا مع الدكتور محمد عده جلسات بحيث نصل الى يعني حتى نستطيع هل هذه الافكار قابله او الفرص قابله للتطبيق او غير قابله للتطبيق، تحتاج الى يعني جهد جماعي من داخل الشركه، لان انت ادرى بما موجود داخل الشركه والمقومات اللي عندك موجوده، وايضا انت تعرف حاجه السوق. السوق مثلا قد يكون ايضا ما اتكلم عن السوق المحلي، انما السوق الخارجي في منتجات وخدمات تقدم خارجيه غير منتجات داخليه، فكيف انا استغلها؟ التطور اللي يحصل في المملكه، التطور الاقتصادي اللي يحصل في كثير من التطورات في مجالنا، اتكلم مثلا في فرص كبيره جدا جدا، لكن كيف تستغل هالفرص هذه؟ لا تستغلها الا بتحقيق. عملنا مع الدكتور محمد على دوره كامله، دوره الفرص كامله بدانا فيها من البدايه بمشاركه من داخل الشركه الموظفين الى الوصول الى اخر مرحله من مراحل الدوره الخاصه بالفرص. جميل. يعني مثلا لو جاء باحثين اخرين يريدون خوض التجربه مره اخرى ما عندكم ممانع بغض النظر عن كون الدكتور محمد الذي تعرفه؟ لا طبعا ما في مشكله، ما عندك مشكله، اهم شيء يكون فيها اليه وفيها منهجيه. أيوة. ليست مجرد كلام. أيوة. يعني يلقى وخلاص تتبخر هذه الفرص اذا ما تكون فيها منهجيه واضحه. وانا ايضا جدا يعني عجبتني مساله البيع، ان الفرصه هذه اذا لم تتحول الى فعلا الى منتج مطلوب بيعه اي قابل للبيع فما لها قيمه. بس من يقيمها في البدء؟ من عندنا فرصه مع من يقيمها؟ ما تلاحظ تحول المنتج ولا ما تحول؟ عدة عناصر اعتقد، ما هو اي فرصة مجرد انك تقول هل السوق قابل؟ هل انت